قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. موضوع الحسد موضوع مرض، مرض من أمراض، ومرض قديم منذ أن وجد البشر. لما كان على وجه الأرض أربع أشخاص، آدم وحواء واثنين شباب قابيل وهابيل، كانوا من نوع من الغيبات قرر فيها الله عز وجل. وفي ذلك الوقت كان في علامة تنزل من السماء تشير إلى قبول هذه العبادة وهذه الأضحية وأي شيء يقدم قربان. فقابيل وهابيل قدموا قربان لله تعالى، أمر ابن معاذ ومال ابن معاذ، نزلت العلامة لأحدهما ولم تنزل للآخر، فحسد آخر، قال له فكر بينك بالشر، قال لا أقول أنك بالتالي، تعجب قلت لي ليش أنا مش ذنبي؟ أنا عملت العمل وربنا لي به، مش أنا السبب إنه ما لي منه، أنا مش عارف، لكن تسولت له نفسه قتل أخيه وقتل. من قبله فترة قصيرة لما ولد آدم لما وجد آدم، إبليس رفض أن يسجد مع الملائكة. ليش؟ حسد. حسده وبرر هذا الحسد بأن عنصره من نار وأن عنصر آدم من تراب، يعني أصل الخلقة لآدم من تراب وفي إبليس من النار، وفي نظره أن النار أشرف من التراب، فحسده، قال له هو اللي كان يسجد لي مش أنا أسجد له. فكانت النتيجة أن الله عز وجل قرره وأوعده بالنار. هذا الموضوع توارثه البشر حتى أولاد الأنبياء، فقال النبي وأولاده كان واحد صالح وعامل كذلك أولاد يعقوب. يعقوب كان عنده 12 ولد. يعقوب كان يحب ابنه يوسف محبة شديدة. إخوة يوسف رغم أنهم 11 حسدوا أخاهم، ففعلوا معه ما فعلوا بطرحوس. بقي هذا الأمر يتوارثه البشر حتى مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما أعلن النبوة حسده بعض كفار على رأس من حسد النبي، لأنه كان يتخيل أن النبوة له أبو سفيان. أبو سفيان كان يسمع من علماء اليهود والنصارى أنه سيأتي نبي قرب زمانه سيخرج من مكة ويتحدث ماذا سيفعل. فكان أبو سفيان يقول أنا من مكة وأنا زعيم قريش، وليش مش أنا اللي أكون نبي؟ كان ينتظر أن أنزل عليه الوحي. فلما أعلن النبي صلى الله عليه وآله الدعوة، كأن أبا سفيان ندم ليش ما استعجل وأعلن النبوة قبل محمد، فالطيب حسد. وكانت نتيجة الحسد أنه هو وعائلته أخذوا هذا الموقف الشرس ضد النبي وآل بيت النبي فقتلوه. وإلى يومنا هذا لا يزال هذا المرض ساريا مفهوم للناس. إذا شخص رزقه الله تعالى مالا تجب أن يحسده، إذا رزقه الله تعالى علما تجب أن يحسده،
إذا رزقه الله تعالى سلطانا أو وجاهة تجد من يحسده. فهذا الحسد إذا كان هذه الصورة وكأنه مجهول بفطرة الإنسان، أين يكمن الخطر؟ وهل يمكن دفعه؟ وعلى ماذا يحاسبنا الله عز وجل؟ إذا كان فكرة الحسد أو خطور الحسد بالباب يأتي بدون قرار من الإنسان ولا اختيار، فكيف يحاسبه الله تعالى على هذا الخاطر يطلب الكثير؟ نقول أولا الله تعالى لا يحاسب على النوايا، ما بيحاسب، يقول الله بيحاسبنا على النوايا ما حد يروح على الجنة، إنما يحاسبنا على الأعمال. يمكن للإنسان أن ينوي الشر ولكن إما يوجد لديه عقل يمنعه من تنفيذ هذه النية الشيطانية، وإما لديه خلق يمنعه كذلك، وإما يكون لديه دين يمنعه من الشر. في كل الظروف إذا خطر الشر في قلب الإنسان ولم ينفذه سواء لعقله أو أخلاقه أو دينه الله تعالى لا يحاسبه. إذا نفذ ذلك يحاسب على التنفيذ على الفعل. لهذا ورد في الأخبار أن الإنسان إذا نوى النية فإن كانت نية شريرة يقول يأمر الملائكة أن لا يكتب أن لا يسجل هذه النية حتى إذا نفذها هذا النووي إذا فعل ما في نيته يقول لهم سجلوا هذه الخطيئة واحد فلا غرض واحد. فإذا نوى الحسنة لو نوى الخير لطفاً بالعباد ورحمة بهم ومحاولة لتكثير حسنات العباد، الله رب يكثرنا حسنات الدنيا، بيقول الملائكة بمجرد أن يخطر الخير في بال الشخص سجل له حسنة، بالسيئة سجل حتى يعمل، بالحسنة بالخير سجلوا حسن بمجرد أن يفكر بالحسن، فإذا نفذها يقولوا سجلوا له 10 تسجل الحسن بـ10. هذا ليش؟ شو الفرق بين الحسن والسيئة؟ هذه هي وتتعب. الفرق أن الله تعالى يريد أن يرحمنا ولو نحن لم نرحم أنفسنا، رب يرحمنا، بل إيانا رضا الجميع. فإذا نفذ الحسد عندئذ يعاقب على التنفيذ ولا يعاقب على النية. ولهذا الذي يجد من نفسه ميلا إلى هذا الحسد إلى هذه الصفة هو بيعرف حاله إنه بيحسد مش فيه بس شو غيره أحسن منه بالضاجع يحسد. هذا له علاج، علاجه أن يحارب هذه الأفكار، أن يحارب الطمع في التنفيذ ويطلب التنفيذ مخافة من الله عز وجل، وربما يسجل له أضعاف من العشرة، مش عارف يمكن يسجله 100 يمكن يسجله 1000 حسنة، الله أعلم، حسب نية هذا الشخص، وحسب مقدار مجاهدته لنفسه. مرارا لفت النظر أن أصعب حرب في الدنيا أنك حارب حالك، حارب أفكارك، حارب نفسك. الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عن أحد الحروب قال لما دخل المدينة قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا يا رسول الله أي جهاد أصغر؟ لكن عم قطع رؤوس وكانت رؤوس لم تقطع، هذا جهاد أصغر الأكبر شو بيكون؟ ما هو الأكبر؟ قال جهاد النفس، حارب حالك. في
ملاحظة بسيطة جدا نحن ندرك ليش مليان. لما تكون في المعركة بالحرب وأمامك شخص حامل السيف بيوتا، عندئذ بلا قرار بلا شعور بلا أي شيء بلا انتباه أنت تحاول أنك تدافع عن نفسك وتهجم على هذا البيوتا. الدفاع عن النفس في تلك اللحظات شيء فطري بالإنسان، مش إنه هو بيجدوه قربة من الله تعالى أن يدافع عن حاله، ما حد يدافع عن حاله بدون وعي. لكن جهاد نفسك إذا لم نمشي مع عدم الوعي، الإنسان يمشي مع أفكاره السيئة، لكن بوعيه بقراره بدينه بخوفه من الله عز وجل استطيع أن أقول أنا في حارب هذه الفكرة ولا أريد أن أحسن. فلهذا كان جهاد النفس جهادا صعبا، لأنه بقرار مش بدون قرار، بقرار. وأصحاب القرار في الدنيا قليل، قليل من الناس من يقرر وينفذ. ولعله لهذا السبب جعل في الشرع الإسلامي موضوع النذور والايمان واحد. ليش من النذر؟ يقول للفقراء مثلا 10,000 فرنك اذا صار شيء فلاني، لانه بدون نذر ما بينفع. النذر بيخليه يدفع، حب المال ما بيخليه يدفع بلا شيء فرغنا عنه. اذا محاربه النفس شيء صعب كما قال النبي، هو الجهاد. أنت تستطيع أن تحارب نفسك على ترك هذه الصفة، على ترك الحسد. حارب قلت عن الناس تبتعد، مش إنه ما تخطر ببالك، لا سيخطر ببالك رغم عنه مش بيلا، ولكن لا تنفذ لا تطبق هذه الأفكار. الآن كيف تطبق هذه الأفكار؟ يعني بس شو بيعمل اللي يحصل يضر بأي لون من ألوان الضرر؟ ممكن ضرر إنك تروح تقتل، مش معي مقابل مثل هذه. ممكن الضرر إنك تروح تحكي عليه وتشوه سمته، يعني تقتله كرامته، تقتله شخصيته بين الناس. ممكن الضرر يكون إنك تؤذيه بعمله، تروح تفشل على الدولة، تقول له فلان عم يزعل الرجال، تفسد عليهم. هذا الحسد، الحسد انك تعمل عمل فيه ضرر تلغي هذا المحسود. اريد ان اقارن الان بين مقدار الضرر اللي يقع على المحسود وبين مقدار الضرر اللي يقع على الحاسد. مين اللي بيضر اكثر، المحسود او الحاسد؟ يعني يحسد ولا الشخص الاخر؟ امير المؤمنين عليه السلام مكلم بيقول لله دمر الحسد ما اعداه، بدا بصاحبه فقتل، يبلش بصاحبه. الحسد لصاحب الحسد يضر اكثر من المحسود، اكثر ما يضر المحسود. ليش؟ لأن المحسود يقع عليه الضرر فجأة وبيحاول أن يدافع عن نفسه بقدر الإمكان، لكن الحاسد لا يقع عليه الضرر فجأة، بل الضرر يعيش معه طول عمره، كل عمره بيعيش في حال من الغليان، في غليان بجهده جوا بقلبه عم يغلي. كل ما يطلع للناس يشوف واحد أحسن منه أو خاصة بالشباب الطائر أحسن منه سريق الطائر، فلا ينام الليل مرتاح، ولا بيقعد مع الناس مرتاح، ولا بيشتغل مرتاح. شو ما عمل بتشوفه تعبان، تعبان دائما، لأن فكرة الحسد، طبيعة الحسد ملازمة له في ليله ونهاره. وانا بسمع قصص من الاشخاص اللي بدلهم او بيجوا
سألوني عن منامات. صح على فكرة موضوع المنامات أنا مش خبير فيها. صعب هي خبير في المنامات. ما بيسأل مثلك وأنا شفت المنام الفلاني. كثيرا جدا مش كثيرا جدا ما يكون سبب المنام الحالات النفسية عند الشخص اللي شاف المنام. بيكون هذا بالنهار سمع خبر انه والله قرابته او جاره عمل ضرب تجاري ونشأ فيه. بالليل بصير يشوف هموم الدنيا كركبة عليه. بشوف حاله خسران تجارته، خسر بيته، خسر اهله، خسر كذا. او قد يكون العكس ربما يعوض عن ربح اليقظة ربحه فين؟ بربح النوم. شوف حاله انه هو بالنوم بدل ما يربح بالضرب التجاري مليون فرنك بالنوم ربح مليار مليارين. بفيق صبح موصول انه ربح. ومش حكاية ربح. هذه عملية تعويض نفسي عن حالة الحسد اللي بيعيشها هذا الشخص. عملية تعويض بس. إذا محاربة الحسد الذي يضر صاحبه أكثر مما يضر غيره، محاربة هذا الحسد بالوقوف عند الحالة بدون تنفيذ، نمنع أنفسنا من التنفيذ. طيب جبت لي أنت إنه إذا شخص ما نفذ يعني يسقط عنه الإحرام بس أنا دنيا مش بل قد يكون له أجر. أحيانا الأفكار السيئة تعطيك أجر. كيف؟ الحسد إنما يسمى حسد إذا نوينا إذا حسدنا إذا خطر ببالنا يعني غرنا من الآخرين حسدنا الآخرين وطبقنا هذا اسمه حسد. لكن إذا غرنا من الآخرين إنما يرموا الله أعطاهم وما خطر ببالنا أبدا أن ننفذ الشر بل أن نأذي وجه. هذا علماء اللغة أشاروا إلى كلمة هم قالوا هذا ببطء الحسد. هذا بصير غلطة. الغلطة شو يعني؟ يعني أنك ترى نعمة على غيرك فتحب أن تراها على نفسك. مثل ما ربنا أعطى مال لفلان انت تقول يا رب ما اعطيته اعطيني. مثل ما اعطى الصحه لغيرك تقول يا رب اعطيني الصحه. مثل ما اعطى الوجاهه والسلطان لغيرك تقول يا رب اعطيني. وهكذا يعني بالتعبير الدقيق ان نقول ان تتمنى الخير لنفسك كما هو للاخرين. مثل ما عند الناس تتمنى اياه. بدون ايذاء الاخرين. هذا شو بسموه؟ هذا اسمه غلطة. هذه الغلطة إذا تطورت إلى حالة شريرة وتحركت للأذى بإذن غيرها هذا اسمه حسد. في نوع ثالث ذاك يسمونه اللؤم الأصعب واحد اللئيم. اللئيم شو هو؟ الذي يتمنى زوال النعم عن الناس حتى لو هو ما استفاد بشيء. الغلطة أن تتمنى لنفسك الخير كما للناس. الحسد أن تتمنى انتقال النعم من الناس إليك عبر البركة لوجودك. اللوم أن تتمنى زوال النعم عن الآخرين حتى لو أنت ما استفدت بشيء. بدل كل الناس يصيروا مثلك. إما فقير أو جاهل أو مريض أو أي شيء. كل الناس يصيروا عشانك ساعتها تبقى مصيبة. هذا هو ما جاء ما حصل على اي فائده. لكن لو شفى غليله طفى النار اللي بقلبه عبر ان الناس خسروا ما كان لديهم من النعم. القران الكريم ترجع للايه الكريمه القران دائما عم بيقول ومن شر حاسد اذا حسد. اذا وقفنا عند كلمه حاسد يعني انا بطلب من ربنا يحميني من شر
الأفكار السيئة اللي تحصل في قلوب الناس. لكن إذا حسن، يعني إذا طبقت تلك النوايا الشريرة، طبقها عملية وأضر نحصل الدور الآخر. هل التصرف أن تؤذي الآخرين لأنك حسدتهم؟ مع الأسف كثيرا ما يحصل من كثير من الناس يوميا يحصل، لكن عبر عدم الانتباه لما يحصل. إيه؟ أنا ذكرت أمثلة للإضرار لما تضر غيرك، ممكن تقتل، ممكن تفسر عليه الدولة، ممكن تسرق، ممكن تعمل أي شيء. من جملة ألوان الضرر انك تحاول ان تحطم شخصية الانسان، ما تعرفش لا تشتم ولا شيء. هذا الذي يسمى دائما ان نكرر وننهيها، يسمى بالشرع الغيبة. الغيبة ما بتجي بلا سبب، ما في غيبة بتجي هيك بدون سبب، لا، الغيبة لها سبب، وكل شيء له سبب، والكون له سبب، والله عز وجل. وكثيرا ما يحصل ان يكون سبب الغيره، ان تكون الغيره سببا للغيبه. غيبه سببها الغيره، بس ما بيشعر الانسان. خلي اي انسان منا، اي واحد منا يحاول يحاسب نفسه شي مره، هو عليه مطر وصود ورايقه معه حوالي كم واحد عن حدث اليوم، وجوز شخص وطحن فيه. هذا الثاني بتقولوا عن يدمي، هذا ما بيسوى، هذا مش يدمي، هذا ما يخاف الله، هذا حرامي، هذا مش عارف ايه، بتصير الحق بما تعلم وما لا تعلم. لو في هاللحظات الانسان حاسب نفسه، طيب نعمل هيك؟ يسال حاله السؤال في غمره الحديث، غمره المشي، انه عم يحكي، يسال حاله السؤال ليه عم يحكي؟ لو التفت الواحد منا في الحالة هذه هذا السؤال ليه عم يبكي، ربما يكون هذا السؤال سببا في انقاذ نفسك من هذا المرض. يقول هذا دواء، مرض بدواء، دواء هذا المرض ان تنتبه الى انك ان تظلم هذا الشخص بهذا الكلام الغيبة، والسبب هذا الظلم هو الغيرة الموجودة عندك، يعني الغار، فإنك تنفس عن ذلك تصير تحكي على الآخرين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما يداوي الناس بهذه اللفتات، يعني أنا بس دقيقة خارج عن درس اللي عم بقوله، أن الشرع الإسلامي ما جاء مجرد قانون جامد بدون هدف، بدون شيء، مش القوانين، حتى القوانين المدنية موجودة في العالم غالبا لها سبب. ليش تقول ليش انت على الإشارة الحمراء ممنوع انك تمر؟ ليه؟ حتى لما تعمل حادث بتقتل نفسك ولا بتقتل غيرك، يعني في سبب للقانون. وعندنا قاعدة أول ما بدرسونا إياها في الدراسة الدينية، يقولون لها قاعدة بأن كل الأحكام الشرعية على الإطلاق، كل واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح، الخمس أحكام كلها مبنية على المصالح والمفاسد. في شيء في صلاح الإنسان، إذا كان الصلاح بسيط يصير مستحب، إذا كان الصلاح كبير يصير واجب. في شيء بضر للبشر، إذا كان ضرر بسيط يصير مكروه، وإذا ضرر كبير يصير حرام. إذا لا هذا ولا ذاك يصير مباح. إذا الأحكام الشرعية مبنية على أسباب الضرر أو المصلحة. طيب هذا الوضع اللي يعانيه الإنسان من أوضاع الحسد أو غير ذلك، هذا الوضع يعانيه هذا الشخص
بسبب هذا الضرر الموجود في داخلي، ولهذا كان حرام. يعني أول من حرم الحسد فحرم، ما حرم الحسد يتجاوز، لا، حرمه لأنه يضر بحالك يضر بالآخرين. سؤال آخر، كما أنت تسأل نفسك إنه أنا ليش عم بفعل وتتخذ إلى غيرك، كمان اسأل نفسك هذا السؤال، من الذي سيقع عليه الضرر أكثر من الآخر؟ أنت اللي عم تحسد أو ذلك المحسود، مين اللي عم يتضرر أكثر؟ في شاعر عربي انتبه لهذا الموضوع، قال إنه الضرر يقع على الحاسد أكثر من المحسود، كما قال أمير المؤمنين كما استشهد بكلامه. الشاعر شو بيقول؟ يقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت فتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عهد العود. هذا في انسان شخص عنده فضيل من الفضائل، عنده صفه جيده، ولكن هذه الصفه ما حدا انتبه لها، هو عنده صفه حلوه على الجيده، والله عز وجل يريد لهذا الشخص لسبب ما أن يبين للناس أن هذا اللي عنده وهذه الفضيلة لازم الناس تعرف. شو بيعمل؟ يتيح له يهيئ له لسان شخص حاسد بيصير يحكي عليه، بس يحكي عليه الناس بتنتبه، بمجرد ما الحاسد يحكي على هذا الشخص الناس تنتبه تقولوا له كيف يحكي عليه؟ ما هذا كثير يهمني، هذا كذا، بصيروا ينتبهوا إلى تلك الفضائل المنسية فينشرونها فيما بينهم، فبتكون أنت الحاسد حصل عليك الضرر، وهو أن الناس لم يحترموك. أول شغلة أنك تسقط من عيون الناس، تسقط. ثاني شيء أن هذا الذي تريد أن تضره أنت نفعته، لأنك نشرت فضائله المنسية، أنت كنت السبب في نشرها. ولهذا لو سأل الإنسان نفسه هل الضرر اللي يقع عليه بسبب الحسد أكبر أو على ذلك المحسود يقع أكبر، بلا شك أن الحاسد الضرر عليه أكبر، الضرر بين الناس، وكما قلت الضرر حتى بينه وبين نفسه، لأنه يعيش حالة كراهية، حالة غير، يعني حالة نرفزي دائمة، كل ما يرى شيء حلو مع الناس يتضايقوا، فبيعيش بحالة من المضايقة طوال عمره، فالضرر الحاصل عليه لا أكبر بكثير من الضرر اللي يحصل على الشخص المحسود. النبي صلى الله عليه وآله كما قلت كان يعالج الناس بهذه الأسئلة. يجي واحد يقول له: يا رسول الله أنا عندي طاقة الحسد، هذا مثال، يقول له: أنا عندي طاقة الحسد، شو بعمل بتخلص من هذا الطاقة؟ طبعا الجواب لازم يكون إنه أنت أول شيء تخاف الله، تعتبر حالك إذا حسدت شخص وآذيت هذا الشخص جبت له ضرر، الله يحفظك عشانه. ثاني شيء، أنت شخص انت من ضايق الناس عم تقول انا بحسد، لو كان الحسد شيء حلو ليش جيت تشكي همك؟ مجرد انك جيت تشكي همك يعني انت عم تحكم على هذه الصفه اللي فيك انها مش منيحه، وانا ليش عم تشكي همك؟ واوضح من هذا في موقف اخر، لو اجى واحد قال لك روح عند واحد حسود، بتقول له شو بعمل؟ تتبرأ بسرعة من الحسد لأنها صفة قبيحة، لو كانت صفة حلوة ليش تضرر؟ فإذا الرسول يشير إلى أن دواء هذه الأمراض أنك تلاحظ الأضرار اللي تقع عليك، أضرار إما بحالتك الخاصة أنت تعيش حالة صعبة، أو أضرار مع الناس أن لا يحترمك الناس،
الاضرار معادنا للولايات المتحده الاضرار الثلاثه هذه كافيه لان تمنعك من هذا العمل الكبير. ومثل هذا في الاحاديث النبويه الكثيره. مثلا يجي واحد يقول يا رسول الله انصحني وصيني اعطيني نصيحه. يقول له النبي يا اخي الناس وبالوحي بيساعده. بيلاقي واحد مثلا غضوب يغضب لاقل شيء دغري مثل البركان دغري بينفجر بينفجر. لما بيقول له وصيني بيقول له لا قضاء. يمكن هذاك يتضايع انه ليش النبي كشف سر عنده. فبيحاول انه النبي يقول له كلام اخر. فساعات اذا قال له كلمتين ثلاثه بتبرع كيف تقدر تعيش عليه تبع انه هو بيغضب. يكرر الطلب يقول له اوصني يا رسول الله. النبي بيرجع بالاكل يقول له لا قضاء. بيقول له الثاني اوصني يا رسول الله. يرجع النبي بيقول له لا قضاء. ساعات هذا بيثبت انه ما عادش قد يحكي قدام الناس اكثر من هيك. احيانا قد يرى شخص انه بيكذب بالكذب ما بيقول له لا قضاء. بيقول له لا تكذب. اذا هذاك ضايق بيثبت الكذاب يقول له يا رسول الله وصيني. يقول له لا تكذب وهكذا. هذا الدواء انك انت تلتفت واعتبر انه الرسول واقف قدامك وعم يقول لك لا تكسب لا تكذب لا تغضب لا تفعل اي عمل فيه شر. اعتبر النبي قدامك وعم يقول لك النصيحه وان تجاوب مع هذه النصيحه وابتعد عن هذا الفعل تكن من افضل الناس. اذا هذا الدواء اليوم موجود الشرع لعلاج ما فينا من امراض. اسال الله عز وجل ان يحمينا من كل مرض وان يعالج ما فينا ما في نفوسنا من هذه الافكار الشريره والامراض السيئه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.